السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ونادي كل الستات. معاكم مروة حماد، والنهاردة إن شاء الله هنعمل مخلل الخيار السريع، خيار مقرمش هيقعد معاكي فترة طويلة قوي في التلاجة، وهقولك إزاي، وهنعمل معايا طعم مختلف خالص عن أي خيار أكلتيه قبل كده. اتفضلوا عشان نشوف عملناه إزاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. والمكونات بتاعتنا الخيار، الخيار مغسول ومتقطع، ممكن تسيبيه سليم لو الخيار هيكون رفيع. هنحتاجين خل وملح وثوم وكمان ده جنزبيل، هو دوت اللي هيخلي الطعم معاكي مختلف جدا جدا جدا. ومحتاجين كمان ميه مغليه في علبه بقى ازاز او برطمان او اي حاجه. الخيار عشان هنخلله بميه مغليه فلازم تكون الحاجه ازاز، الا لو انت هتسيبي الميه لما تبرد خالص فممكن تبقى حاجه بلاستيك، بس الازاز بيحافظ عليه اكتر، هيحافظ عليه اكتر وهيخلي القرمشه بتاعته تفضل موجوده. طب ايه الحاجه الاساسيه؟ احنا قلت لكم هيفضل الخيار معاكي مقرمش اسبوعين زي الفل كانك لسه عاملاه. الحاجه اللي احنا نقصدها انه يفضل محطوط في التلاجه، اول ما الميه بتاعته تبرد خالص هيفضل محطوط في التلاجه. احنا كل كيلو خيار تقريبا بياخد له معلقه ثوم كبيره وربع كوبايه ملح، ربع بس كوبايه ملح. الملح زيادة في المخلل مفيش منه مشكلة، لو حسيت ان هو زيادة بنقلل المية شوية ونزود مية بمية عادية من غير ملح خالص، لكن الملح لما بيبقى قليل بيخلي المخلل بيبوظ. وزيها ربع معلقة كوباية خل، واحط شريحتين من الجنزبيل او اكتر، الجنزبيل ده بيخلي طعمه غير عادي. مية مغلية هقلبه وهسيبه بره. اللي بيحب الفلفل الحراق ممكن يحط بره الفلفل الحراق سواء شرايح، لان الفلفل دوت حجمه كبير فما يتحط شرايح يكون افضل. او لو فلفل حراق من البلدي هتحطي الفلفل سليم زي ما هو، بس هتيجي من الطرف بتاعه وتخرمي كده خرمين عشان يتخلل من جوه كمان. ده كده خلاص، اول ما الميه تبرد خالص هغطيه وهسيبه. لما الميه بتاعته تبرد خالص هحطه في الثلاجه، ياخد له حوالي 6 ساعات بالظبط كده بيكون اتخلل زي الفل وتاكلي منه، ويفضل معاكي من اسبوعين لعشرين يوم في الثلاجه. لو فضل في الثلاجه تاكلي منه كانه لسه معمول، لو سبتيه بره هو كبير يومين ثلاثه بالكتير قوي. بس خيار بقى وحلاوه الخيار، بص ما شاء الله ما اخدش طبعا كام ساعه معانا، وقلت لك عايزه تحتفظي بيه وقت طويل يبقى لازم تحطيه في التلاجة. اعملي اول باول على، لو هتحطيه بره، لو مش هتحطيه بره وعايزه تحتفظي بيه وقت طويل وتعملي كميه كبيره يبقى حطيه في التلاجة. نحط بقى كده في الطبق الخيار اهو في الطبق. انا حطيت حبه شطه صغيرين ورشه حبه البركه، بتدي طعم كده لذيذ ومختلف. الشطه ما حطيتش في الميه شطه كتير، هي رشه بس كده، وانا بحط حاجه بسيطه عشان يفضل الطعم معتدل. اللي يحب ياكل الحاجه اكسترا حراقه فممكن تحطي له شطه فوقيها او عاديه فيبقى ما فيش اي مشكله. الخيار اتعمل بكل سهوله، ما خدش مننا وقت خالص، اختيار حلو للمخللات الظريفه اللي بتتعمل في البيت، مش بتاخد وقت ولا مجهود. بس بلاش تكوني تختاري خيار يكون طري او بايظ، مش هيقعد معاكي الوقت اللي انا قلتلك عليه دوت، يعني مش نلحق الخيار قبل ما عشان محدش هياكله فنخلله، لا خليلي برده خيار يبقى طعم حلو ومقبول وماسك نفسه عشان يقعد معاكي الوقت ده كله. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانيه ونادي كل الستات. ما تستهونوش بصورة أو مقطع موسيقى في الفيديوهات بتاعتكم، اعزفوها ربنا يبارك فيكم وليكم يا رب، هتشهد علينا كل حاجة يوم القيامة، ربنا يغفر لنا جميعا. قل هو الله أحد 10 مرات بتبني بيت في الجنة، ما بتاخدش أكتر من دقيقتين. اللهم اغفر لأبي وأمي وأموات المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.